عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوات الفاضلات، نتمنى تكونوا لاباس وبصحة جيدة. اليوم غادي نحضروا كريب مالحين. غادي نحتاجوا جوج كيسان الحليب. أنا خليت واحد الكاس إضافي يعني الضرورة، جوج كيسان ديال الحليب، معلقة ديال الزبدة، فرماج محكوك، واحد البيضة، والدقيق حسب الخليط. في واحد الإناء غادي نضيف الحليب، ثم البيضة، ثم نضيف معلقة ديال الزبدة، جوج زروديات، جوج خيزويات محكوكين، واحد قرعه وحده. بغيتو نتوما تستعملوا جوج قرع، داكشي نتوما اللي بغيتو نتوما. انا استعملت قرعه وحده، جوج خيزويات محكوكين، فروماج محكوك، عندي هنايا كفته اللي بغيتو نتوما. تبغيتو تبدلوها بالدجاج، باي حاجه بغيتوها. انا عندي هنا كفته نتاع لاداند، عندي واحد البصله مشلطه، عندي زيت العود، عندي جوج تومات محكوكين، جوج فصوص تاع الثوم محكوكين، عندي شويه الزعتر. بغيتو تستغناو عن الزعتر استغناو عليه، انا كنفضل نستعمل الزعتر يعني كاين، لانه كاين السم. كمون، واحد المعلقه صغيره ديال الكمون،
ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، فلفل حمراء، واحد القليل ديال من الابزار، والملح حسب الذوق. نبدأ بسم الله على بركه الله. نديرو هنا الزيت، زيت العود، وهنا اخواتي كنضيفوا الخضر اللي حكيناها من الزروديه والقرعه والبصل والثوم، كل شيء نضيفوهم يعني من موراها الكفته والتوابل. وكنفضل نستعمل زيت العود والزعتر، ما تنساوش البنات راه كيعطي واحد اللذه خطيره في الاكل، كيعطي واحد اللذه يعني خطيره. وانا هاد الاكله تاع هاد الوجبه تاع لي كريب العامري كما كتشوفوا هي وجبه عندي معتمده في رمضان، كنستعملها تقريبا بشكل يومي، يعني خفيفه وصحيه حتى بالنسبه للوليدات الصغار، بالنسبه للوليدات الصغار وحتى من غير رمضان في الايام العاديه ممكن نستعملوها، حتى في هكا في الكوتي، في وجبه عشاء الوليدات، يعني صحيه. وهنا كنعمر الحشوه ديالي، كنعمر انا اختاريت الشكل المستطيل، على شكل مستطيل، ممكن تستعملوها على شكل مثلثات، شكل كاري، مربعات، الشكل اللي حبيتو نتوما. انا فضلت هذا الشكل المستطيل. ومن بعد انا هذاك المقطع تحذف ليه البنات ديال كنسخن المقلات وكان يسخنوا خاصهم ضروري، هنا كندهنهم بالبيض، صفار البيض، وكيسخنوا مزيان في المقلاه.